والله عم يقول لي عقلي اني دق الباب وفوت لجوا وامسك رانيا هيك من ايدها. لا عن جد انا مجنون، اصلا لازم كسر له سيارته لهالصياد وهو هيك. ليك يا ابني، اذا بدك رايي روح وجيب ابوك على بيتك عادي. يعني انت طول هالسنين كنت مريض، بعدك ما كان بايدك، واكيد ابوك رح يسامحك. ليك بيقولوا انه الولد بيقدر يبعد وينسى اهله، وهالشي اكيد، بس الاب والام مستحيل ينسوا ولادهم لاخر يوم بعمرهم. ابوك انتظرك كل هالسنين لحتى ترجع ويشوفك. وليك صرت منيح وما فيك شي، وهلا انت ما عاد لحالك، هاي مرتك معك ونحن موجودين. روح جيب ابوك، خليه يجي ويعيش اخر ايامه بيناتكم. الله يطول بعمره ويعطيه الصحه، وابوك ماله صغير، واذا بيموت لا سمح الله كتير رح تزعل على فراقه. يلا يلا تعوا لهون، تفضلوا الأكل صار جاهز. يلا تفضل. خلينا نستنى شوي لأنه هلأ ظافر بيجي مو متعشي. بابا أنت برأيك ظافر رح يقعد معنا على نفس الطاولة؟ تفضل. إياس شو عم تعمل قدام بيتنا؟ ها؟ استنى، لوين رايح؟ واقف عم حكيك؟ لك حتى جواب ما جاوبني هالحقير. شو هالحالة هي؟ والله ما عاد ينسكت علي بنوب. قاعد قدام البيت مثل المجانين، شو يعني عم يراقبنا؟ أهلا وسهلا أخي، تفضل. أهلين فيكي، يسعد مساكن يا جماعة. تعاد على الشمعة. لا ما بدي، أنا ماني جوعان، صحة وهنا. إيه شو قالوا الدكاترة؟ والله هلأ ما بيقدروا يقولوا أي شيء لأنه لازم تبقى فترة. راجع بآخر الأسبوع لهونيك على المصح لحتى أشوف شو صار، وبخبركم بأي شيء بعرفه. أنت لا تشيلي هم أبدا. أي صحيح، لحظة، هي الورقة مكتوب عليها رقم المشفى. قال لا تتصلوا فورا، الدكتورة قالت خليهم ينتظروا كم يوم ونبهت على هالشي. أي ماشي. وأصلا أمك رح ترجع بعد يومين. هذا كل شي عندي، يلا بخاطرك أنا رايح. شو عم يصير؟ شو القصة؟ لوين رايح هذا الولد؟ ليش ما عم يفوت لجوا واقف هنيك مثل واحد غريب؟ يعني هذا ماله شايف كيف حالتنا؟ يعني شو مفكر حاله ضيف؟ هلا وقت الزعل والشغلات هي؟ خليه يجي ويقعد معنا على الطاولة. بابا ليش عم توجه الحكي لإلي؟ شوف هاي ظافر واقف قدامك، حكي لإله. أنا بعد كل شي صار إذا بدي أقعد على هالطاولة غير مع مرتي ما بعود. ليكي رانيا، يا ريت تقولي هالحكي لأبوكي. لك هالأيام ما بقي لا احترام ولا قيمة للأب والأم. قولي لهذا الفهمان لا يرفع صوته وأنا موجود. ظافر خلص بقى، إذا بدك تفوت فوت، وإذا ما بدك حمل حالك وروح. خلص أنا رايح، بشوفك. آه صحيح، قبل ما أنسى، شو؟ هذا إياس كان قبل شوي هون قدام الباب. آه. إيه كان قاعد جوات السيارة عم يراقب البيت، ولما شافني بسرعة راح. ماشي، يلا بخاطرك، تصبحي على خير. أيوة طبعاً، هلأ بيكون سمع أني أنا وعبد الحميد بقيانين بالبيت، بيكون عقله عم ياخده ويجيبه. يعني انت انتبهتي لحالك، علاقة إياس ورانيا مخربطة وفايتة ببعضها، بقى لا تحاولي تسألي أكتر لأنه رح يوجعك راسك. ماني مصدقة أنه صهري عبد الحميد دخل حاله بهيك قصة غبية. أنا واثقة أنه هو أكتر واحد رح ينجرح بهذا الموضوع. ليكي هيفا، أنا ماني حابة أحكي عن وضع رانيا وعبد الحميد كتير، بس صهرك تزوج رانيا مشان يحميها هي وابنها. قديش مرة غبية هالرانيا، ليش عم تستغله للزلمة؟ وفوق هالشي لساتها بتحب زوجها القديم هداك اليوم، لأنه رحنا جبنا سندويش سوا طار عقلها. ليكي
المفروض ما تتدخلي بالشي ما بيخصك. طيب شو مشانك انتي؟ يعني شو ناوي تساوي؟ جوزك قاعد هنيك، ما في بيناتكن حتى سلام. الظاهر عم تستني الحكم بالدعوة، ايمتى موعد الجلسة؟ أنا لسه ما رفعت الدعوة. وأنا قلت هيك لحالي كمان. خليني أبعتك على شي فندق مع حدا من الشباب، إيه؟ جميل بيوصلك، بظن إنه هنيك رح تاخدي راحتك أكتر. عم تحاولي تخلصي مني يعني؟ يا الله. إياس منيح إنك إجيت، الظاهر إني عم أزعج كل الموجودين. ممكن تاخدني على شي فندق مرتب؟ تكرمي تفضلي. لحظة لجيب شنطتي وجاكيتي. الو، تفضل موتو كافيه. مرحبا، انا رانيا، ممكن تعطيني جميل لاحكي معه؟ هاي المدام رانيا على التليفون. اهلين رانيا. مساء الخير جميل، شو اخبارك؟ سمعت انكم عاملين حفله الليله، مين ومين عندك؟ ليكي رانيا، ليش عم تلفي وتدوري؟ اذا بدك تسالي عن اياس اسالي دغري. شو هالحكي اللي ماله لزوم؟ يا الله دخيلك. ظافر شاف اياس واقف قدام البيت، مشان هيك انشغل بالي. ولو سمحت لا تحكي معي هيك. لا تقلقي، ما في شيء بنوب. هلا طلع اياس مع هيفا على الفندق، يعني فيك تطمني بالك ما رح يزعجك ابدا. لحظه لحظه، لوين طلع مع هيفا؟ وشو المناسبه لحتى يطلع معها؟ مو على اساس هاي البنت رح تبقى عند صالحه؟ طيب وصالحه ليش ما عم ترد على موبايلها؟ ما شاء الله عنكم، عم اتصل على موبايلاتكم كلكم ما عم تردوا. روقي شوي، رح اخذ لها لاسلكي. صالحه، رانيا على التليفون، كثير معصبه، احكي معها. الو رانيا. صالحه، مو على اساس بدها تنام عندك هاي البنت؟ رح احكي لك شو صار. نحن اتفقنا انه تنام عندي، بس لما بلشت تحكي حكي طالع نازل قلت لها روحي نامي بالفندق. وبلحظة فجأة إياس، يعني هو راح ما عليه يدبر بشي فندق، والله ما في شي تاني. وينك رانيا؟ ماني عم لاقيها للهاية حمودة. ماشي صالحة، بعدين بحكي معك. عبد الحميد، أعطيني رقم هيفا لأنها راح تتنام بالفندق، يعني والله هيك ما بيصير، عيب. لك خلاص تنام وين ما بدها، شو بدك فيها؟ ما بيصير ما نسأل عنها، يعني هاي ضيفتنا، خلاص يلا هات موبايلك.